الأصحاح الخامس. ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء، مختوما بسبعة ختوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا، لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا ملوكا لإلهنا ملوكا وكهنا فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها، سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. آمين فآمين فآمين، ولإلهنا كل المجد إلى الأبد، له كل المجد. من هو مستحق؟ واليوم بدي أتكلم عن الإله المستحق. الإله المستحق، أنا تكلمت في المرات الماضية عن إله المجد، وأيضا تكلمت عن إله المكافآت وإله الأعمال العظيمة وإله الشفاعة، واليوم رح أتكلم عن هذا الإله، الإله المستحق. هو وحده مستحق وليس سواه. ويقول الكتاب، النظر يوحنا، ما كان في حدا لا في السماء ولا على الأرض مستحق أن يقترب ويأخذ السفر، لأنه ما في حدا مستحق. واحد وحيد مستحق هو الخروف المذبوح، رب المجد، له كل المجد والكرامة والقدرة إلى أبد الآبدين. أمين. والناس بتسألوا اليوم: ما هو هذا السفر المختوم؟ ما مضمون هذا السفر؟ عن ماذا يتكلم هذا السفر؟ طبعا بيسألوا الناس وبيقولوا: هل هذا السفر هو المختوم، هو الكتاب المقدس؟ هل هو الكتاب المقدس؟ نعم، الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، بدون الرب يسوع لا قيمة له، لأنه كل الكتاب محور الرب يسوع. ولكن ليس هذا هو السفر. ولكن هل السفر هو المختوم، هو قصد الله الأبدي وتنظيمه لشعوب الكون؟ هل هذا هو السفر؟
وطبعا الكون كله هو بدون المسيح لا شيء، ولكن ليس مضمون هذا السفر. وأيضا هل هو سفر العهد المبرم بين الله والإنسان؟ هل هذا هو؟ وطبعا أو هل نسأل هل هو سفر تاريخ الشعوب ماضيها وحاضرها ومستقبلها؟ طبعا كل هدول ما بيعنولنا إشي بالنسبة لما يتضمنه هذا السفر. إن هذا السفر المختوم هو وثيقة ميراث الإنسان، الإنسان الذي يدخل إلى الأبدية ويرث مع الله، ذلك الميراث الذي أمسى مرتهنا ومقيدا بسبب خطية الإنسان، ولكنه افتدي وانفك بواسطة ذبيحة الخروف. ويبين السفر الخطوات المتتالية التي يسترده المسيح من يد المغتصب، ويحقق الامتلاك الحقيقي للملكوت، أي المسيح الذي جاء وسحق العدو ودمر كل قوات الجحيم، إبليس المغتصب الذي اغتصب حقنا وأسقطنا في الخطية وانتزع منا كل ملكية لنا في السماء وكل ميراث أبدي. جاء المسيح لكي يسترد الملك لنا ويقول لنا مغفورة لكم خطاياكم، أنتم الآن لكم ميراث، لكم ميراث مع المسيح. ويوحنا لمن شاف المنظر وقال السفر المختوم ما في حدا بيقدر يفكه، بيقول الكتاب هالكلمات، قال فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. شو عمل يوحنا في الحالة هذه؟ صار يوحنا يبكي، قال فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا، لأنه ما في حدا قادر، لا يوحنا مستحق ولا القديسين مستحقين ولا الملائكة مستحقين ولا حدا لا في السماء ولا على الأرض مستحق أن يفتح هذا السفر، لأنه هذا السفر يعني بالنسبة لهم هو سفر مختوم وغامض ولا يستطيع أحد الاقتراب إليه. ويوحنا عم يبكي بيقول الكتاب أحد الشيوخ فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من صبت يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. وطبعا لما بيحكي هون الكتاب و بيقول الشيخ ليوحنا لا تبكي، يوجد أسد، وهذا الأسد هو يستطيع، هذا الأسد الخارج من صبت يهوذا، هذا الأسد الذي من نسل داود. عن من يتكلم هنا؟ هل تعلمون عن من؟ يتكلم عن الرب يسوع له كل المجد، يتكلم عن الرب يسوع. وطبعا يوحنا تخيل هلأ رح يشوف أسد مخيف مرعب منظره بهز الكون، وإذا به يرى ماذا؟ يرى خروف. يتكلم الشيخ عن الأسد القوي الذي يهز، ولكن هنا يظهر الخروف، خروف ملطخ بالدماء. بيقول الكتاب قال خروف قائم كأنه مذبوح، خروف مذبوح. يا رب ماذا تريد أن تكلمنا؟ يقول المستحق أن يأخذ السفر ويفك ختومه هو الذي ذبح واشتراكم واستعاد لكم الملكية واستعاد لكم الحق الإلهي، هو مستحق، وحده المستحق، إنه الإله المستحق. وهنا يقول للكتاب أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه. وبيسأل يوحنا هل لديه الأهلية اللازمة؟ هل بيقدر؟ مدال ما في ولا حدا في السماء ولا على الأرض يستطيع، هل يستطيع هذا أن يفك السفر؟ هل يقدر؟ وهنا يرى يوحنا الخروف المذبوح
الذي دفع الثمن. هذا الإله العظيم هو الأسد، حقيقة هو الأسد، لأنه هزم كل قوات الشر وهزم كل قوات الظلمة، ولقد دحر إبليس ودحر قوات الشر بجميعها وأعطانا النصرة. هو الذي أسر القوي وقيده وأخذ الحق المغتصب اللي كان الذي لنا منه وأعاده لنا وأعاد لنا ملكيتنا. ولذلك بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل جديد، هو الكل من الله لألكم. وهنا بيرجع لنا الحق وبيرجع لنا الملكية لألنا. والكتاب بيخبرنا أنه المسيح بدمه بموته على الصليب دفع ثمن خطايانا وثمن شرورنا. وهيدا الرهنية اللي كانت بإيد إبليس، الصق الذي علينا، بيقول قد محى الصق مسمرا إياه في الوسط، هو الخروف المذبوح. وهذا الخروف الذي دحر كل قوات الظلمة يصبح الآن هو محط أنظار الجميع، والكل ينظرون إلى من يقترب من هذا السفر ليفك ختومه. ونحن منشوف ويقول الكتاب وإذا بخروف قائم كأنه مذبوح يقترب إلى العرش ويأخذ السفر ويفتح السفر ويفك ختومه ويقول بدأت الحيوانات والشيوخ والكسرات وشعوب وأمم وملائكة والجميع يقولون مستحق. الإله المستحق، أنت وحدك مستحق، مستحق. قال وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر. واليوم بدي أتكلم لكم عن هذا الإله المستحق الذي يستحق. يستحق لأنه دفع الثمن، يستحق لأنه بذل الدم الكريم وكان بديلا عنا. هو الخروف الذي تشهد له جميع أمم الأرض، يشهد له جميع الأنبياء، تشهد له كل النبوات، إنه هو وحده يستطيع أن يفتح السفر ويفك ختومه له، لأنه وحده استطاع أن يشترينا. وهنا منشوف الأجل الخروف وبإيده وسيئة الملكية، وسيئة الملكية. وأنا بدي أقول لك اليوم، أنت لما بتخلص بدم المسيح بيصير في عندك صق وملكية حقيقية في السماء. والكتاب بيقول وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. إذن الوسيئة الملكية اللي أنت بتخولك تدخل السماء هي من يد الخروف فقط، وهو وحده يستطيع أن يقول أنه فلان يدخل وفلان لا يدخل، لأنه هو عنده الملكية الحقيقية وبإيده الصخ. ولذلك إذن هذا الميراث الضائع، هذا الميراث الذي اغتصبه إبليس من الإنسان، الذي أخذ هذا الحق من الإنسان، جاء الرب يسوع لكي يقهر إبليس وينتصر على إبليس ويعيد الحق الضائع إلى أصحابه. يعني الله لمن خلقنا في البداية حضر لنا ملكوت، حضر لنا حياة أبدية، ولكن بسبب الخطية، بسبب البعد عن الله، فأدنا هذه الملكية. وهيدي يعني بتورجينا صورة للمسيح مؤثرة جدا، إنها صورة يعني صورته في السماء، وهو لا يزال حمل مذبوح. لاحظوا الجروح، الرب يسوع بتطلع له هو في السماء، ولما بيوقف أمام العرش يظهر وهو مذبوح، تظهر الجروح، تظهر الدماء. لماذا؟ لأن هذه الدماء هي صق الوثيقة الشرعية الملكية الحقيقية، أنه هو اشترانا وأعاد لنا الحق المسلوب. وبماذا اشترانا؟ بدمه، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. والرب يسوع هو قدر يوقف ويشهد. وطبعا أنا اللي بدي قلكن إياه، إذا اليوم الناس بدلوكن على طرق متعددة للخلاص
ما حدا بيقدر يخلصك إلا يسوع، لأنه ما حدا مات عنك إلا يسوع. يسوع هو الذي يستحق ويستحق الإكرام والسجود والعبادة إلى أبد الآبدين. هو الإله المستحق، هذا الإله القدوس، هو كلي القدرة. وهون منشوف بيقول الكتاب، لاحظوا الكلمات، له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. القرون السبعة هي علامة القدرة، يعني القوة اللي عنده، هو قوي لدرجة. والأعين السبعة هي يعني العمل الكلي، والأرواح السبعة المرسلة إلى كل الأرض يعني حضوره الدائم في كل مكان. وهنا بيقول الكتاب إجا الخروف وأخذ الوثيقة، الرهن، أخذ الرهن اللي كان محتفظ فيه إبليس اللي كان بيشهد ضدنا وبيقول الإنسان خاطي، ما بقى يحق له يفوت على السماء، كان عليه دين. هذا الدين اجى المسيح ودفعه، وكان الثمن ماذا؟ دمه. لم يشترينا بفضة أو ذهب، قال لكن بيقول الكتاب بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح، دم ابن الله. وهنا الخروف المذبوح، هذه وثيقة الدم الذي بها استعاد لنا الملكية ورجع لنا الحق ورجع لنا. وهنا لمن شافوه الشيوخ والناس والملائكة والناس الموجودين، قال كلها هتفت بصوت واحد من تلقاء نفسها وهي تقول مستحق، مستحق أنت أيها الخروف المذبوح. وكانوا ينادوا، وبدأ الهتاف على موجات، موجة تتصاعد 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 حتى ملأت الكون، وهذا الكون كله يهتف ويقول مستحق هو الخروف المذبوح، هو وحده الإله المستحق. ونحن اليوم نتكلم عن هذا الإله المستحق، الذي مستحق أن نعطيه المجد، أن نقدم له الشكر والحمد والقدرة. وهيك بنشوف أنه هذه ترنيمة الاستحقاق، ونحن حتى نحكي اليوم عن هذا الإله المستحق هو الخروف المذبوح. وبتعرف ويليام باركلي من كتب بتفسيره للعهد الجديد، بيقول أنه الكون هو بيشوف هيك، بيقول الكون في منظره الأخير كون يسبح المسيح، وإنه الامتياز لنا أن نقدم أصواتنا وحياتنا للمشاركة في جوقة التسبيح العظيم، هذه الجوقة التي تقول مستحق مستحق مستحق. يعني كل الناس ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض سمعتها جميعا قائلة للخروف مستحق، وكل ركبة وكل لسان يشدو ويقول لهذا الخروف أنت مستحق، لأنه هو الإله المستحق. واليوم بما أنه بدنا نحكي عن هذا الإله المستحق، بدنا نقول الاستحقاق وماهيته. شو هو الاستحقاق؟ الاستحقاق هو عمل يقوم به أحد ما، وبعد نجاح العمل يكون مستحقا أن ينال المكافأة. إن كانت مكافأة على العمل بتكون مكافأة ثناء أو مكافأة كلامية أو مكافأة مادية، يعني أمر بيقولوا فلان مستحق لأنه قام بعمله بنجاح. ونحن كبشر كائنات دايما أنانية، بناخذ ما بنعطي. كبشر دائما بنصير نطلب من الله، بنطلب منه، ويعني دائما مكتوب، مع أنه الكتاب بيقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، لكن نحن عنا في صلواتنا في أمورنا الخاصة دايما منقول له يا رب أعطينا، يا رب بدنا، يا رب بدنا، وهو بكل سرور يقدم لنا طلباتنا ويؤمن لنا طلباتنا بكل فرح بكل سرور. لكن المطلوب أنه نعطي، أن نقدم. نحن ماذا نقدم لله؟ ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ شو بدي أعطيه؟
الكأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. يعني أنا بصير أمجد اسمه، بنشد باسمه، برفع اسمه، بمدحه، بتكلم عنه، بحكي عنه بالإشي الكويس. وطبعا إذا نحن منشوف اليوم بحياتنا اللي بتبدأ بالأخذ، أول شيء أخذنا الكفارة، وليس ذلك فقط بل نفتخر بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به أيضا المصالحة. يعني نحن أخذنا الكفارة، أخذنا المصالحة، ونستمر في الحياة بنوال فيض النعمة. وبيقول الكتاب لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالموت، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. إننا دائما نتمسك بالله طالبين بركة ما، وهو من جانبه يسر أن يهبنا ما نطلب، لكننا ننسى إنه هو أيضا يتوق أن ينال منا ما نحن يعني وحدنا نستطيع أن نعطيه. فكرت فيها شي يوم من الأيام أنه أنت دائما 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 بتطلب من الله؟ فكرت شي مرة تعطي لله؟ مش بتقلي أنا شو بدي أعطي لله؟ هو عنده كل شيء، هو يملك كل شيء، أنا الفقير ماذا أقدم لله؟ ألا تستطيع أن تقدم المدح، الحمد، التسبيح، التمجيد؟ ألا تستطيع أن تفعل هذا؟ نحن ككنيسة تعودنا أنه دايما نطلب، لكن الآن بدنا نتعلم شيء آخر، نتعلم أن نقدم المجد والتسبيح والحمد. وهنا ترنيمة قائلين مستحق، أي تسبيح وحمد ومجد للإله القدوس، لأنه هو فعلا مستحق، يستحق أن نسبح اسمه العظيم. وبدي بنعمة الرب في السنين والأيام المقبلة، بدل ما الكنيسة كل الوقت تطلب 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 طلبات طلبات، خلينا نسبح ونمجد ونعظم هذا الإله القدوس لأنه يستحق. يعني نحن نقدم له بدل ما نضلنا بس بدنا ناخد. وهيك بنشوف الاستحقاق، هو وحده يستحق. و هذه العقيدة، عقيدة الحضور الله الدائم، يعني هي تغنينا أكثر من أي عقيدة أخرى، أنه الله فينا، الله معنا، الله في دواخلنا. وهنا حين نتكلم عن التسبيح والتمجيد، أي نحن في الله ندوب في هذه المحبة، والله يعمل من خلال محبتنا ومحبته لنا، فهو يدوب فينا، فبيصير في نوع من الانصهار، في دوبان بين الله. وهيك بنشوف المؤمنين اللي بيدخلوا إلى عرش النعمة وبيدوبوا في محبة الله، بيلاقوا أوقاتهم وأيامهم وسنينهم ما في أجمل منها. اسمعوا ماذا يقول المرنم، يقول المرنم هذه الكلمات: يا طيب ساعات بها أخلو مع الحبيب، يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. طيب شو بتتحدث معه؟ مش ساعة، قال ساعات 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 بتتحدث معه. بيقول داود هذه الكلمات: الواحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب. شو بدك تعمل يا داود هناك في بيت الرب؟ يعني بتروح تصلي ساعة ساعتين كويس، شو بتعمل هناك؟ قال لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، وببلش أحكي عن أفضاله، بحكي عن حسناته، بحكي عن امتيازاته، بحكي عن مجده، بحكي عن استحقاقه، بحكي عن هذه العظمة. قال أتمتع بهذا ويفيض قلبي بالشكر والحمد والتسبيح. هل أنت تصل إلى هذا النوع من العبادة؟ هل تستطيع أن تشكر الرب يسوع لأنه هو مستحق؟ في الأبدية رح نسمع هذه التسبيحة: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. ولاحظوا بيعددها، بيقولوا له بعدد 12 برؤيا 5-12: قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح
أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة سمعتها تقول مستحق مستحق مستحق، الإله المستحق. وأنا بدي إلكم لا يوجد أحد غيره مستحق، هو وحده المستحق ولا يوجد سواه، هو الإله المستحق وكل ما عداه ليس بمستحق. لذلك بدنا نتأمل شوي بهذه السباعية، سباعية الاستحقاق، الإله المستحق. وهنا منشوف سبع كلمات مثل ما قرأناهم، سبع كلمات بيقول الكتاب: القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، سبع كلمات. وبما أنه هو الإله المستحق، ونفكر اليوم بالقدرة، إذا إنسان حصل على قدرة، لمن تعطى القدرة؟ بيقول لإنسان مستحق، لإنسان خدم. وطبعا لما بتجي بلاد بتلاقي شخص خدم البلد كويس، بيقولوا هذا مستحق، فنحن بدنا نكرمه نعطيه السلطان. ومنشوف الأمة الفرنسية لما نابليون نجح في الحرب قالوا انه هو مستحق انه نسلمه القدرة والسلطة الغير محدودين، عطوه قدرة وسلطة غير محدودين على فرنسا. وايضا الأمة الألمانية اعطت لهتلر سلطة غير محدودة. ولكن بعد فترة اكتشفوا سوء السلطة إن كان بيد نابليون أو إن كان بيد هتلر، لأنه لا نابليون مستحق ولا هتلر مستحق، وكانت الأمتين غلطانين. أيضا منشوف في البلاد العربية من وقت قريب العراق أعطى لصدام حسين سلطة غير عادية، وأيضا ليبيا أعطت لمعمر القذافي سلطة غير اعتيادية، وكان يحكم بسلطان غير اعتيادي. لكن هل هو مستحق؟ منشوف الشعب كان يئن من السلطة اللي تعوجت في عهديهما، والسبب لأنه يعني هني فكروا أنه هذه السلطة لمن بياخدوها مستحقين، لكن هني غير مستحقين. ولذلك المستحق الوحيد هو الله الذي دفع ثمن خطايانا. لكن المسيح الكلي الرحمة هو وحده يستحق، هو وحده يستطيع أن يتسلم القدرة المطلقة. وطبعا الآثار التي لا تمحى والتي خلفتها آلامه وموته هي الضمانة بأن القدرة التي في يده، أي في يد الرب يسوع المسيح، لا يمكن أو لن يساء استعمالها. الرب يسوع حين يستلم القدرة والسلطة يبقى الإله المحب، الإله الحنون، إنها لن تنحط إلى مهاوي الاستبداد والطغيان. إن اليد التي ثقبها مسمار الصليب هي التي تحمل صولجان السلطة الكونية، وهي وحدها مستحقة بهذه الآثار اللي سمرت على الصليب، لأنه دفع الثمن ومحبته سلطته يستخدمها لأجلنا، سلطته لأجل خيرنا. وهذا الغنى، إذن هو مستحق هو الخروف أن يأخذ القدرة. الغنى، ونحن اليوم نسأل إن الغنى هو أن يكون للإنسان ميراث كبير، مش هيك؟ لازم يكون عنده شيء كتير، مش هيك؟ يكون غني. ولكن بدي أسألكم عن المسيح لمن عاش على الأرض، كيف عاش؟ مع أن المسيح كان وارثا لكل شيء، لكنه عاش على الأرض فقيرا ليس له أين يسند رأسه. بكورنثوس الثاني 8-9 بيقول: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، إنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. يعني كان على الأرض هو فقير وسبب فقره حتى أنتم تصيروا أغنياء. والكتاب يقول إن المسيح عند موته لم يكن يملك سوى ثوب، وتقاسموه الجنود
بيقول الكتاب اجوا لحتى يقسموا بين بعض ما لو الا هذا الثوب فالقوا قرعه عليه من ياخذ هذا الثوب. ما كان عنده املاك ولا عنده ورثه ولا. وفي هذه بعبرانيين 1:2 قال وعن الرب يسوع عن الله بيقول كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين. اذا هذا الابن الذي عاش فقير على الارض هو وارث لكل شيء. وبما انه هو وارث المسيح بفقره صار لنا الغنى شيء لانه هو خلانا نورث معه. وبرومي 8:17 بيقول فان كنا اولاد فاننا ورثه ورثه ايضا ورثه الله ووارثون مع المسيح ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه. اذا المسيح يستحق الغنى هو وحده لانه لما بياخذ هذا الغنى ما بيحتفظ فيه لنفسه بيعطيه لابنائه لاحبائه لاولاده للمؤمنين. اذا انت يا رب مستحق لمن انت الغنى بيكون بايدك انت بتوزعه انت بتغنينا تغنينا بغناك. اذا نستطيع ان نغني ونقول مستحق هو الخروف ان ياخذ الغنى لانه هو والحكمة. طبعا لما نحكي عن هذه السبعية وبنحكي عن هذه الكلمات سبع كلمات موجودة في النشيد. الحكمة هي ليست مجرد اتساع المعرفة والعلم انها القدرة على حسن استعمال المعرفة. معرفة في ناس عندهم معرفة كتير لكن ما بيعرفوا يستعملوها. لكن هنا حسن استعمال المعرفة. ان الملك سليمان طلب حكمة واعطيت له. ولما سمعت ملكة سبا بالامر بيقول الكتاب جاءت من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان. اجت حتى تسمع الحكمة. ولما اجت وشافت الملك سليمان في ملوك الاول 10:7 بيقول فقالت للملك صحيح كان الخبر الذي سمعته في ارضي عن امورك وعن حكمتك ولم اصدق اخبارا حتى جئت وابصرت عيناي فهو ذا النصف لم اخبر به زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. ملكة سبا بتقول له انا لما سمعت حكمتك كانت شيء كتير كبير بنظري ولكن لما جيت وشفت عرفت انه انت ما خبروني كل شيء انت بعد عندك زيادة كتير يعني هو ذا النصف لم اخبر به. وماذا يقول الكتاب بمتى 12:42 بيقول هالكلمات الملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان هو ذا أعظم من سليمان. ها هنا هو ذا المسيح الذي أعظم من سليمان وأعظم من حكمة سليمان. هو رب الحكمة هو الحكمة الإلهية هو حكمة الله هو فكر الله هو عقل الله هو المدبر هو الكائن على الكل إلها مبارك إلى الأبد. إذن المصدر والينبوع الذي منه تنبع كل حكمة حقيقية. بكورنثوس الأولى 1:24 بيقول وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. إذن الحكمة الحقيقية هي من عند المسيح. إذن هو وحده يستحق أن يكون صاحب الحكمة ورب الحكمة. إذن هو مستحق ولذلك الكون كله بيقول له أنت مستحق أن تأخذ الحكمة وحدك والقوة. وأيضا يتكلم عن مش بس القدرة والغنى والحكمة وأيضا يقول القوة. ونحن اليوم نقول هناك فرق بين القوة الجسدية والقوة الخلقية. طبعا شمشون كان عنده قوة جسدية لكن شمشون ما كان عنده قوة خلقية لسبب يعني عمل أخطاء وأغلاط كتيرة ووقع في مشاكل ومصائب كتيرة مع أنه كان هو عنده قوة. يعني شمشون كان عنده قوة في جسده لكن كان مغلوب في أخلاقه ما كان عنده والشيطان غلبه واستولى عليه. و
استولى على أملاكه وممتلكاته ووزع غنائمه. إن الرب يسوع هو صاحب القوة الحقيقية اللي قدر، اللي عنده قوة روحية، قوة أخلاقية، قوة جسدية، هو قدر يستولي على الشيطان، قدر يأخذ قوة الشيطان ويسلب الشيطان. بلوقا 11:22 قال: ولكن متى جاء من هو أقوى منه، أي أقوى من الشيطان، فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. ولمن اجى الرب يسوع المسيح هو الوحيد الأقوى من الشيطان، قدر أخذ سلاحه وانتصر عليه. والرب يسوع كان قوي بقوته الجسدية وبالقوة الفكرية وبالقوة الروحية، اللي استطاع أن يقول: من منكم يبكتني على خطيئة. يعني كان عنده القوة، ولكن هذه القوة لم تستعمل في الطرق الغلط، استعملت لمجد الله. هو وحده يستحق أن يكون القوي، وهو وحده يكون الأقوى، لأنه هو القدوس البار الذي لم يعرف خطيئة ولم يكن في فمه غش. ولهالسبب فينا نقول له: مستحق أنت أيها الخروف المذبوح. هو وحده مستحق. وأيضا الكرامة، نحن اليوم نسأل الكرامة، نقدمها لأناس قدموا إنجازات عظيمة، وخاصة في حقل الطب أو بحقل الفن أو بحقل الأدب أو بحقول الموسيقى وغيرها، وقاموا بإنجازات عظيمة، وبيجي الناس بكرموهم، بيقولوا: فلان من أجل إنجازاته أو من أجل اختراعاته العظيمة منقدم له الكرامة. وأنا بدي أسألكم: من استطاع أن ينقذ البشرية من الموت؟ من له كل المجد؟ هذا العمل الوحيد في كل الكون، ما حدا قدر يعمله غيره، أكبر إنجاز. وهذا الإنجاز هو الخروف المذبوح الذي دفع ثمن خطايانا ودفع ثمن آثامنا، وهو استطاع أن يعيد لنا الملكية الروحية، ويستطيع أن يقول لنا أنه لكم حياة أبدية، ووعدنا في هذه الحياة هو وحده. ولهذا أن المسيح احتمل العار والبصق. تعرفوا نحن عم نحكي عن الكرامة، لكن لمن أجى المسيح على الأرض بيقول الكتاب أنه أهانوه وصلبوه وبصقوا في وجهه وحملوه صليب العار ووضعوا على رأسه أكليل من الشوك، وكانوا يزدرون به ويقولون: خلص آخرين فليخلص نفسه، وكانوا يستهزئوا فيه. ولكن المسيح لم ينظر إلى كل هذه الأمور، لأنه كان ينظر إلى خلاص الإنسان ويريد أن يدفع الثمن الكامل، فاحتمل عارنا واحتمل خطايانا واحتمل شرورنا وأثامنا. لذلك هو مستحق أن يأخذ الكرامة وحده، لأنه هو صاحب الكرامة وله تعطى الكرامة، له كل المجد. إذن نستطيع أن نقول: مستحق أنت أيها الخروف أن تأخذ الكرامة، لأنك أنت مستحق. وطبعا لما بيحكي عن المجد هون، المجد شيء آخر، ما بيقدر يعني المجد، لما بدنا يعني تفسير هذه الكلمة صعب جدا، لأنه عم نحكي عن المجد، هذا الأمر يختص بالأمور الإلهية، يعني بيختص بالله. المجد لا يعطى إلا لله، وهنا يشمل الفخامة واللمعان والشهرة. وإذا نحن جينا لمتى 17 وعدد 2 بيحكي عن الرب يسوع لما طلع إلى الجبل وأخذ تلاميذه معه، وهناك على الجبل بيقول الكتاب: تغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. عم تشوفوا هيدا هو المجد، يعني وجهه صار بيلمع مثل الشمس، قال: وهي تضيء في قوتها. وهيدا هو المجد، هنا لمعان ونور وضياء كالشمس. ويتكلم بطرس عن هذا الاختبار إذ يقول ببطرس الثاني 1:16 بيقول: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين
عظمته. يعني بطرس بيحكي عن هذا الاختبار لما نحن شفناه، شفنا مجده، شفنا عظمته، شفناها على الجبل كيف تغير شكله. هذا الإله يستحق، يستحق. ويوحنا بسفر الرؤيا 1:16 بيقول لما شافه بيقول ومعه في يده اليمنى 7 كواكب وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، قال ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. هذا ما أعطي لأحد من البشر، هذا لرب المجد وحده. إذن هو يستحق المجد، ومن له مستحق أن تأخذ المجد، لأنك أنت صاحب المجد والمجد هو لك ويعطى لك. وبالنهاية بهذه السباعية البركة، السابع كلمة اللي هي البركة. وطبعا نحن بنقول هي شيء يقدم لشخص، تعبير عن العرفان والجميل، يعني أنت بتباركه و يعني أنت بدك تعطي شيء لشخص تشكره. وأنا بدي أسأل السؤال، ماذا نعطي لذلك الذي يملك كل شيء؟ شو بدك تعطي لالله وهو كل شيء عنده؟ شو بتعطيه؟ شو بتقدم له؟ اللي أنت اللي ما عندك شيء تتقدمه، تتقدم لمالك الكون كله، شو بدك تقدم له؟ وما هي العطايا اللي بدها تبين انك كويس في نظره؟ ونحن بنقول اقل ما يمكننا عمله هو ان نرد له بالحمد لاجل كل البركات التي اعطانا اياها. بمزمور 103 وعدد الاول بيقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. اذا نحن اليوم منقول له بدي باركه، بس بدي اشكره، بدي احمد اسمه، بدي اقدم له البركات على كل ما هو صنعه لاجلي، لانه هو مستحق، هو مستحق. اذا الاستحقاق وسباعيته شفناها لهالكلمات السبعة. ومننهي في هذا الاستحقاق بالنسبة له مقبول عنده لأجلنا نحن. تعرفوا ليه؟ يعني هو قبل بهذا الأمر، قال لكي يقدمه لنا. يا إلهي ما أعظم، ما أعظم إلهنا، ما أعظم إلهنا. دايما بفكر فينا، دايما قلبه علينا، دايما فكره معنا. ونحن بيقول لقد يعني كل ما يقدم له، كل ما يعطى للمسيح يريد أن يشركنا نحن به. وهذا بيقول لحتى نصير نحن مشاركين في استحقاقه. بلوقا 1:19 بيقول لنا هالكلمات. نحن منقول منحكي عنده قدرة، مش هيك؟ مش هو عنده قدرة واعطيناه القدرة ومنقول له أنت مستحق أن تأخذ القدرة؟ اسمعوا بلوقا 1:19 بيقول ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. إذا شاركنا إلنا نحن بهذه السلطة اللي عنده. وأيضا الغنى بكورنثوس 2:8-9 بيقول افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. يعني بده يشاركك في الغنى اللي عنده. والحكمة بكورنثوس الأولى 1:30 بيقول المسيح يسوع صار لنا حكمة. هو صار لنا الحكمة وهو الحكمة تبعنا، وهو يعطينا الحكمة ويشاركنا بحكمته. والقوة إذا بتسمعوا بولس الرسول شو بيقول بفيلبي 4:13 بيقول هذه الكلمات أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إذا المسيح يأخذ القوة الذي له ويعطيني ويشركني أنا بها، وهو يشاركني في هذا الأمر. وبيوحنا المجد بيوحنا 17 بيقول أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. ولما بنحكي عن البركة هو أعطانا المجد وأيضا يعطينا البركة. وبالبركة بيقول أنا أكرم الذين يكرمونني بصموئيل 1:32. وبأفسس 1:3 بيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. وهنا يقول جعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض.
لقد انتصر على الخطية والموت والجحيم واسترجع الحق المسلوب الذي أعطانا إياه الله، وهو يريد أن يشارك المفديين بكل الاستحقاق الذي له، وهو يباركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. وسؤالي، هل تردد مع المرنمين وتقول مستحق أنت أيها الخروف المذبوح؟ مستحق؟ مستحق؟ بتغني له بهذا الاستحقاق؟ وهدفي في هذا اليوم أن أجعل قلوبكم تفيض بالشكر والحمد والتسبيح لهذا الإله المستحق، وأن نردد كلمات الاستحقاق لأنه هو مستحق، وأن نعظم اسمه على الدوام لأنه مستحق، مستحق له كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين. دعونا جميعا نحن رؤوسنا في الصلاة، دعونا جميعا نسكب قلوبنا أمام الله في الصلاة. قل له يا رب أنت مستحق. قال الشيوخ، الملائكة، العظمة، الناس جميعها سمعتها قائلة للخروف مستحق أنت أيها الخروف المذبوح، مستحق، مستحق، مستحق. الإله المستحق وحده له كل المجد. يا رب نشكرك لأنك أنت مستحق وحدك أن تأخذ المجد والقدرة والقوة والبركة والسلطان والحكمة والغنى. يا رب جميعها تقدم لك لأنك أنت مستحق، أنت وحدك مستحق. يا رب أرجوك أنك تبارك شعبك، بارك أولادك، وساعدنا لكي نحيا حياة التسبيح، حياة الشكر، حياة الحمد الدائم لمجدك العظيم، لأنك أنت مستحق، ولإسمك نعطي كل المجد من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. آمين. لإلهنا كل المجد إلى الأبد.